انت كطالبة هندسة شو بتواجهك هموم ومشاكل؟ هلا المشاكل بس بالعمليين، مثلا عندنا اجهزة انه عرفنا نوصل عليها مثلا اليوم، بس مشي اسبوع جاي ما بنعرف نوصل شيء. نحن سنة رابعة، نحن ممنوع نقدم مشروع مش مشغول على الكمبيوتر. هذا غير انه نحن بنكون دافعين مثل ما بيقولوا فوقنا واللي تحتنا، يعني ما في دورة تحت 20,000 لحتى نتعلم برامج على الكمبيوتر، وبالاخر بنرجع مثل السنة الاولى لحتى نحبر بايدنا وما في كهرباء وما في شيء. بيجي بيقولوا لنا دكاترة اشتروا بطارية حطوا ليدات، يعني شو واحد عم يشتغل خطوط 2 ميلي 1 ميلي على ضوء ليدات، يعني عيوننا راحت ظهرنا راح وكل شيء تعلمنا ودورات عملناها على الفاضي. تيجي نساله الدكتور قال هذا قرار مجلس كليه، طب ليش نحن بيطبق علينا والسنوات الاقل منا ما بيطبق علينا؟ كمبنى كتدفئه و و و كمان غير موجوده، الكهرباء بتنقطع عادي، انت بتكون على الكمبيوتر بتقطع كمان ما في مشكله، الكيبورد ممكن تضربيه حتى يشتغل كمان ما في مشكله، الماوس حتى ممكن انت وقاعد دكتور يبهدلك ويهزئك كمان اقل من عادي، شيء طبيعي يصير. اسلوب الاسئله مادي ما بيكون له ابدا اي مقرر او كتاب، الدكتور له يسلح بالخيال، مرجع الماني فرنسي يترجم لك وانت مطالب تحلي، مانك حلتي انت مانك مهندسه. مفروض بالعمل انت تطبقي عمليا على عم تاخذي بالنظري، ما عم ينصح ابدا، المعيدين اللي عم يعطوا صراحه كفاءات مانا كويسه ابدا، مع مو الكل طبعا، في معيدين كتير كويسين وكتير بيتعبوا معنا وكتير بيشرحوا كويس، بس بين مثلا 3-4 معيدين عم يشرحوا بيجي معيد واحد بس ممكن يشرح بطريقه كويسه والبقيه ما عم يشرحوا صح. واغلب مثلا في عندنا مواد، كان عندنا مواد رسم، اكثر من معيد يجي يشرح لك اكثر من طريقه وكل طريقه مناقضه للثانيه، كتير شغلات انه مثلا بيشرح معيد البقيه بيكونوا عم يمشوا، مثلا اذا سالتي يعني مو غالبا بيكون بتاخذي الجواب الكافي، وصراحه اغلبنا عم يتجه للدروس الخصوصيه. دوامنا اغلب الاوقات للمساء، فاحيانا بنواجه مشاكل انه نحن عندنا تسليم مشاريع فبيحكم باسبوع واحد، او يعني اذا كثير تطور الموضوع لاسبوعين التسليم بيكون كله مع بعضه، فبس بجوز هي المشكله شوي بتاثر على الطلاب وما عم تخلينا ناخذ مجال انه شوي نرفع معدلنا. هلا نحن كطلاب دفعت هندسه اتصالات سنه هاي السنه، صار في قرار تعسفي من وزاره التعليم العالي هو الغاء نظام الساعات المعتمده ودون النظر ابدا لحاله الطلاب الحاليه. هلا اذا وزير او وزير التعليم العالي بيبعث من عنده مندوب يشوف حاله الطلاب بالفرع عندنا، حاله ماساويه حقيقه، يعني في كل طالب صار حامل على الطلاب العاديين. نحن كنا كطلاب اوائل ما كنا حاملين شيء، حملونا 5 مواد، في طلاب حملوهم بحدود صار معهم 16 ماده خلال فصل واحد. انلغى نظام الساعات المعتمده. بعدين نحن صرنا هيدا المشكله ادت لانه في كثير طلاب حملوا مواد زياده، انه مثلا انا كطالبه سنه ثالثه الاولى على الدفعه كان حملت فوق موادي 5 مواد، فهذا عمل مشكله. يعني هي انا هسه حالتي هسه في طلاب انه غيري في حاملين 27 ماده في منهم 20، يعني اعداد كثير كبيره وصعب الواحد يشيلها خلال سنه واحده. وبعد حديثنا مع طلاب كلية الهمك وسماعنا لهمومهم توجهنا إلى عميد كلية الهمك الدكتور يوسف ياخو ونقلنا إليه بعضا من هذه المشاكل. مشان نظام الساعات بالنسبة للطلاب شو بتحب تقلهم؟ بالنسبة لنظام الساعات المعتمدة التغى بقرار مجلس التعليم العالي وعدلنا للطلاب المواد كلها، وعندهم 3 دورات بالسنة فيهم هالمواد يشيلوها إذا اشتغلوا وتابعوا على حالهم. وبالنسبة للدورات اللي بفضلوا يعملوها هون بالجامعة؟ راح نعمل دورات بعد الامتحان النظري، في عنا مكتب جديد، مكتب الدعم التقني، في مهندسين وكادر لتدريس كل الدورات اللي هن بيحبوا يعملوها، وفي كمان ورشات همكية. هلا نحن عم نعمل كل فترة بيسجلوا طلاب من كل الجامعة من كل الكليات مجانا، عم بتعملوا كل الدورات، موجودين يسألوا عنها موجودة هي. مشاكل التسجيل ان شاء الله ما بقى في مشاكل تسجيل لانه كل صار مؤتمت كل التسجيل، يعني الطالب ما بوقف ثواني بياخذ بطاقته الجامعيه مباشره، ما بقى في اي مشاكل.